حلقة اليوم شوية غريبة مختلفة، اسمها المعضلات الفكرية. الحياة اكتشفت أنا بعد سنين من الاعتقاد أن الحياة عبارة عن أبيض وأسود والأمور واضحة جدا، بعد سنين من هذا التفكير الأحادي كذا الإكستريم، اكتشفت أن الحياة رمادي، الحياة في كثير من مواقفها صعبة، ما هو واضح إيش الخيار الأنسب اللي الواحد يسويه، وبالتالي المعضلات الفكرية. أنا حبلغ عليك أنت ولا يهمني. هو ما في رحلة. لو كل واحد فكر ده التفكير ما حنتطور. لا أنا ما حرمته، هو اللي حرم نفسه. كيف أنا أخذ حاجة مسروقة وأنا عارفة مسروقة؟ فهي شك ولا فضول؟ ده مش سر، ده غلط أنا بعمله. رجل مدمن جاي بيتقدم لبيتك، هتقبل فيه ولا هترفضه؟ مو أروح أقتل. مورال ديليماز أو المعضلات الفكرية.